السلام عليكم أعزائي حبايبي، هاي أول حلقة راح أسجلها إن شاء الله باليوتيوب. الحمد لله إذا سمح لنا الوقت، يمكن وقت بمجال هذا مو مثل تسجيل المقطع الفيديو بالفيس. راح نبدي نتكلم عن النباتات اللي تذبل ويحدث بيها اصفرار بالأوراق. احنا نعرف النباتات تختلف من نبات الى اخر، يعني كل نبات له فد ميزة او في الطبيعة تخصه تختلف عن النبات الثاني، فما يصير احنا نعامل النباتات كلها نفس الطريقة. شغلة اساسية ومهمة هي درجة الحرارة. درجة الحرارة، ارتفاع درجة الحرارة تأثر على جميع النباتات، لأن أكثر النباتات اللي عندنا المناشئ مالتها مو بالعراق، يعني لو آسيوية، لو من أمريكا الجنوبية، لو من أفريقيا أو استوائية. فأغلب درجات الحرارة اللي بالمناشئ هاي مال النباتات يعني ما تتجاوز 30 أو 35 بالزايد، بينما احنا توصل درجة حرارة عندنا 40 45 او اكثر 50. فهي اهم لها تأثير. نجي على شغلة اساسية هي بالنبات. اكثر الاخوة اللي يسألون عندهم زراعة بالسنادين، احنا النبات لازم نلاحظه من كل نواحي، يعني نلاحظ النبات من الخارج فقط، ما ندري احنا شنو دا يصير بالداخل. اخواني الجذر هو اساس النبات، هو روح النبات. الجذر هو روح النبات، لازم احنا نعرف نداري للجذر وندير بالنا عليه. اذا الجذر كان بطبيعه يعني بطبيعته وماكو تأثيرات جانبية عليه، نشوف النبات يزهر وينمو والأوراق مالته تصير خضراء وحلو. بينما إذا الجذر تعبان أو بتعفن أو بتلف، شوف ضعف بالنمو وتساقط الأوراق واصفرار الأوراق. عندنا السنادين، السندانة ضروري نترك أحجار بداخلها، يعني الطبقة السفلى أكو حجارة أو حصو تخلي بيها وتكون مثقبة من الأسفل ومن الجانب. راح تسألون شنو الثقوب هاي من الجانب، شنو عملها؟ هاي الثقوب الجانبية أولا تصير تهوية للجذور، وثاني شيء يسرب من خلالها المي الزايد، يتسرب من خلالها المي الزايد. انت ما يعني ما تدري مثلا نوبة سقي زايد او مرة قليل، ما تعرف يعني. فمن تسقي زايد اذا ماكو هاي الثقوب راح يتكدس المي بمنطقة الجذور وتتلف الجذور ويذبل النبات ويصير هاي الامور اللي بيه. والشغلة الثانية المفيدة هي بهاي الطريقة يتم بذل التربة بالسندانة من خلال هذه الطريقة. يعني انت من تدير مي ويخرج المي الزايد من الجوانب راح يخرج وياه الأملاح اللي بالتربة، فتنبذل طريقة بذل. بعد عندنا بالنسبة للنباتات اللي تشتروها انتو من المشاتل او هذا، انا مثلا من اروح اشتري نبات من المشتل لازم اعرف عندي اوليات عن النبات، المناخ اللي المنشا مالته يا دوله، وطبيعه المناخ اللي يعيش بيه، وشنو الامور اللي يجب ان اوفر الهياه حتى ينمو. هنسولف على الكاريوس شوي. الكاريوس يسوي واهس، يعني شكله حلو ومرغوب. وهذا الكاريوس هو نبات المنشأ مالته ماليزي، يوجد ما يقارب 600 نوع من هذا النبات، إلا تسميتين الكاليوس والسجاد.
نبات الكاريوس ما يتحمل درجات حرارة اللي عندنا نهائيا. احتمال اكو انواع من عنده تتحمل بس مو مباشرة الشمس المباشرة، خلي يعني جو الاشجار جو هذا بالفي. والافضل تخليه مكان تجي ساعة او ساعتين شمس، وبعدين تخليه بمكان يعني شوية حرارته اقل. احنا ساني بالبيت بالنسبة لي دخلته بداخل البيت، داخل البيت مخليه وشكله حلو ومرتب. ومرة حاولت مرتين حاولت طلعته برا ذبل ما لحقت عليه قسم منه راح انتهى. التكاثر مالته عن طريق العقل يعني برعم تقصه من عنده تشيل الأوراق اللي بالشعاب والزرعة، أو من خلال تجذير بالماء تجذره. وأكو فترات بالسنة يعني البذور مالته تنزرع ويطلع. على عموم الزراعة بالبذور هي يتم بشهر شباط بالربيع أو بالخريف. أكو أمور هواية أمور يعني نجي للتسميد. بالنسبة للتسميد البتموس في شيء ممتاز، النوعية الموجودة هسه بالمشاتل ببغداد النوعية اسمها البوكون هو الهولندي. البوكون بتموس ممتاز جدا وجربت عني وثبت جدارة. يعني البتموس ماكو مشكلة ما بيه تأثير، يعني تقدر تستعمل النبات وضروري وشيء أساسي بالنسبة للنبات. نجي على الامبيكي. الامبيكي 2020 ما أقول لك لا تستعمله، لا استعمله بس قلل الاستعمال خاصة بهالفترة اللي درجة حرارة جدا عالية. وأكو سبقا نويت بأنه هو أكو نوعية اسمها هو طحالب البحر، هذا بميزة حلوة خاصة لل عندهم ظليات داخلية، النباتات الظلية يصير بها اصفرار. وهذا تروش من عنده خاشوقة مال شاي مقدار بطل بيبسي كبير أبو الألف، يزيد الخضار بالنبات إذا داخلي وإذا خارجي. هذا عام يشتغل عام على كل النباتات، أي اصفرار ينتهي من خلال هذا. و يعني حاولوا يعني تقللون من استعمال المواد الكيميائية، تقلل من استعمال المواد الكيميائية. مواد عضوية موجودة هواية عندك، الأسمدة الحيوانية خاصة مع الطيور، سماد الطيور كلش ممتاز يوفر لك عدة عناصر، يعني كثير من العناصر اللي يحتاجها النبات. نجي على السقي. السقي يكون للنبات كل ما يكون الصبح أفضل، يعني إحنا بالنسبة لنا بغينا قبل شهر قبل الساعة 8 العفو الصبح شوية الجو بعد ما صاير حر، أو قبل ما تسلم الشمس المغرب تسقيه زايد يعني شبع مي، يعني لأن درجة الحرارة ما تبقي مي بالتربة. الرش بالنسبة للزرع لا ترش الظهر، الظهر إذا ترشه تأذيه النبات، ما يرش الظهر تتأذى النبات. دائما رش المغرب، والرش ضروري للنبات، تغسل الأوراق من الأتربة ومن الحشرات اللي مكلبة به، وتشوف السر خضارة ناصع ويدفع بسرعة، يدفع النبات بسرعة. وهذه أعتبرها كبداية إن شاء الله باليوتيوب وياكم. وأشكر الجميع على المتابعة والإعجاب والتواصل المستمر وياي، وشكر خاص للأخوة العرب المشاركين ويانا، وإن شاء الله نتواصل وياكم من خلال القناة. وشكرا جزيلا.